الإعصار عند العرب القدماء يطلق على الرياح الحلزونية والتي تدور حول نفسها بشكل قوي وترتفع إلى عنان السماء مثل العمود، وعند أهل الأرصاد يطلق على منطقة ضغط منخفضة تجلب الرياح إلى مركزها، وعادة المركز يكون هادئ والمحاور اللي هي الأطراف تكون عاصفة، ونتيجة لكروية الأرض ودورانها حول نفسها فإن حركة الإعصار تكون عكس عقارب الساعة في المناطق الواقعة شمال خط الاستواء، وتكون مع عقارب الساعة في المناطق الواقعة جنوب خط الاستواء. والإعصار يمر بمراحل قبل تحوله إلى إعصار. أول مرحلة منخفض جوي بين قوسين سحب، فإذا زادت حركته تحول إلى عاصفة مدارية من الدوران، ولأنه يقع في المناطق الواقعة بين مدار الجدي ومدار السرطان، وهي المنطقة التي تتعامد عليها الشمس صيفا وشتاء، وإذا وصلت حركته إلى 64 عقدة تحول إلى إعصار. والإعصار عبارة عن درجات من 64 إلى 83 الدرجة الأولى، ويعتبر بسيط، من 84 إلى 95 الدرجة الثانية، ويعتبر متوسط، من 96 إلى 110 الدرجة الثالثة، ويعتبر قوي، من 111 إلى 135 الدرجة الرابعة، ويعتبر قوي جدا، من 136 وطالع يعتبر الدرجة الخامسة، وهي الدرجة المدمرة. لو تقتحمني عاصفة وتزلزل أركابي رياح، صوت الأمل فيني يقول إن العواصف تهدأ، لكن إذا خان الصديق ورحت في حالي وراح، صوت الأمل فيني يقول أنا انتهيت، آخر نداء.